الو، الو ايوه اميره اتفضلي. الو، الو اتفضلي ايوه يا اميره، احنا اميره معاكي العرب اتفضلي. اتفضلي. ممكن اسال عن جوزي بس اعرف، طب عايزه ممكن بس توطي اعرف عن التلفزيون جوزي يا اميره فين عشان ولاده. تسمعينا من 10 3 10 3 الحوت. بتسالي عايزه على اعرف جوزك بس ايه؟ الصحه الصحه والعمل والماديه. والماديه. طيب جوزك بيشتغل ايه يا حبيبه قلبي اميره؟ جوزي بيشتغل حجار. حجار؟ حجار يعني حجار تقصد ايه يعني؟ مش عارفه ايه حجار، يعني اللي هو الحجر الدكتور متهيألي. طب هو عنده شويه ماشي. مشاكل بالشغل، حاجه بسيطه. وهيغير شغله، هيروح على مكان تاني احسن من المكان ده. وعنده هيغير شغله؟ بتقولك هيغير شغله لانه دايما عنده مشاكل بالشغل. طب عايزه اسال عن تاريخ ميلادي. قولي. طب التاريخ تاريخ ميلادي 12/5. 12/5. عايزه اعرف بس، انا في ورث كان اهلي بيقولوا انه في ورث، مش عايزه اعرف يعني في ورث جاي من اهل ولا لا. جوزك. في ورث من اهل جوزك، عايز تعرفي هيجي ولا لا. في ورث بيقولوا جاي وكده، وانا والدي لسه متوفي بقاله 9 شهور، بيقولوا ورث جاي من ناحيه والدي. والده هو؟ ورث ليا انا. يا حبيبتي هذا الورث فيه مشاكل كتير، صلكم فتره عم تحكوا فيه. اذا ما عملتوا تنازلات مش هتاخدوا ده، وهو مبلغ كبير، ثروه كبيره. فحاولوا تتفاهموا مع بعضكم، هتبقى الدنيا كويسه. اهلا وسهلا فيكي. مرسي على اتصالك. الو. صح. ايوه مدام رضا اتفضلي. لو سمحت ممكن اسال على البرج بتاعي. واحد 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 برج الجدي. عن الزواج وعن الصحه بعد الاثنين. عن الزواج انت مش متجوزه صح؟ مطلقه. مطلقه، عايزه تسالي عن الزواج والصحه؟ في ارتباط يعني يا دكتور، وبتسال عن الصحه. في عندك حد؟ اسالك سؤال جاوبيني بصراحه، في عندك حد؟ في عندك حد بتفكري بحد؟ لا. متاكده؟ سابقا من فتره؟ من فتره كانت في حد بس انا مش بفكر فيه دلوقتي. طيب. كان في بس ما بفكرش فيه دلوقتي. طيب عندك شوي مشاكل صحية بسيطة؟ عندي مرض مزمن، عندي العصب. بس أنا شايفة، بصي أنا هحكي معك كلام في صدق، شايفة الشخص اللي سبتيه هيرجع يرتبط معاكي وهيوافق على كل شروطك، وهتتذكري نيفين. أهلا وسهلا فيكي. رجعي كلمينا بقى تاني. ألو. ألو. أيوة. أيوة. علي صوتك شويه، انا بس سامعه. الو. ايوه الاسم ايه؟ ايات. ايات اتفضلي. ايات يكون اسمها نيفين. في مكالمتين. الو. ايوه معاكي ايات اتفضلي. ايات حسن. ايات حسن. ايه السؤال؟ كنت عايزه اسال على برج العذراء. برج العذراء. 16/9. انت مرتبطه؟ لا كنت مرتبطه مرتين وما حصلش نصيب. مرتين ولا ثلاثه؟ اول واحد صارت الفاتحه وما صارش، التنتين ما ظبطت. بتقولك اول مره قريتي الفاتحه وما ظبطتش صح؟ المره الاولى كان كاتب كتاب. كان كاتب كتاب يعني فتح. لا في فتحه يا قصدها على قرايه الفاتحه. لا بصي انت هترتبطي لاخر السنه، بس عايزه اقول لك انت هترتبطي بواحد. انت مين خطبك اسمه احمد او محمد؟ الاولاني كان احمد والتاني محمد. بقى الله اعلم، يا احمد يرجع لك يا محمد يرجع لك. اي واحد فيهم هيرجع لك. اهلا وسهلا فيكي. مرسي على اتصالك.